ديالك خصك تخرج المرأة، والمرأة مسكينة مفاشلة كاملة، ما فيها ما قداش قاعد تهضر، ما قداش تاكل، ما قداش تدوى، ما تاكلوش. اللهم انا هذا منكر، علاش زعما حقروني علاش زعما داي لهم المرأة صحيحة. دخلت من دخلت خرجت معوقة، علاش زعما اللهم انا هذا منكر، ما حلتي باش نخدم دركا عندي الطاكسي وما قادرش نخدم. ديتها للدار، دوك المشكله من ديتها للدار ما تاكل لي لا ماكله لا شراب لا والو، ما الدواء ما حل لا عينيها لا والو، حل عينيها غير شويه هكذا تشوف فيا وتولي تغيب. السلام عليكم الاخوه، انا سائق تاكسي في وجده، تاكسي صغيره، الاسم ديالي زروالي عبد الكريم. وقع لي واحد المشكل مع واحد المصحه خاصه، ديت الزوجه ديالي باش تولد على اساس تولد سيزاريا، ومن بعد المهم ولدت طلعوها في الساعه للصاله، شافت الوليد ديالها ضحكت معانا، كنت انا والاخت ديالي والوالده ديالها. المهم مشينا، انا بحكم الخدمه ديالي مشيت نخدم، قلت غادي نمشي نخدم ونجيب واحد الدوره ونولي نشوف المراه الزوجه ديالي. مهم ضحكة لعبة ما بها ما عليها، جاء واحد الأخ ديالي قال لي ودي غادي كان يخرج من الخدمة هو الزوجة ديالو، قال لي غادي نمشيو نشوفو فتيحة، قلت له واه. مهم من شافوها دار لي تليفون قال لي ودي راه المرأة ديالك راه في حالة غيبوبة، كيفاش هادشي ما كاين قدامها لا فرمليين لا والو. مهم مشى عيط لهم هادي، مهم جيت أنا لحقت عليهم، منين دخلت لقيت المراه في غيبوبه وكذا ومتلمين عليها الفرمليين وهذه. المهم قال لك وداك واحد البناج تما قال لك غادي نخرجوها نديوها عند جودار نديروا لها سكانير، خرجوها هما بالشاريو ديالهم داروا لها سكانير عند جودار، خلصت 100,000 الجودار، جيت خارج ردوها هما بالشاريو ردوها للمستشفى المصحه ديالهم. قال لك اودي غادي اوبليجي خصنا نديوها اوبليغاتوار خصنا نقفزوا بالمراه، انا لغيت لخوها قلت له اودي روح شوف اختك وهذه. المهم جا خوها هذه قال لك اودي نديو المراه اوبليجي خصنا نديوها للمصحه كتقول، قال لك خصنا نلعبوا بالمراه في الساعه نديوها للمستشفى الجامعي. علاش؟ هذاك السكانير تبين لهم باللي راه عندها جلطه دماغيه، طردق لها عرق، قالوا قلت لهم من جا هذا الشيء، قال لك لا طونسيون طلعت لها لا طونسيون. انتم فين كنتوا؟ علاش ما كتراقبوش المريض ديالكم؟ نورمالمون المريض تراقبوه تشوفوا الحاله ديالو، تكونوا حتى الزبون يدي الزوجه ديالو. وهذا الشيء اللي كاين داوها المستعجل، حطوها بلابيلونس، هما لغاو لابيلونس داوها المستشفى الجامعي. من هضرت انا مع الدكتور قال لك اودي راه بالتليفونات ديالي وكذا وهذه راه بلاصتها راه موجوده في الانعاش، دخلوها الانعاش هذه قريب المهم من 24 وهي في الانعاش تما. عاد فاقت في 7 ايام فاقت، من فاقت بقات تهضر غير شويه هكذا، بصح هضرتها مقروزه ما يعني النص ديالها باقي ميت ما. المهم طلعوها النهار الثامن طلعوها للصاله الفوق، قال لك اودي خصك تخرج المراه، طلعوها غير نهار للصاله الفوق، قال لك خصك تخرج المراه، والمراه مسكينه مفاشله كامله ما فيها ما قداش قاعد تهضر، ما قداش تاكل، ما قداش تدوى، ما تاكلوش. بقيت نشوف ما حيلتي نجيب الولد قعد عندهم يومين تما في المصحه، بقاو يلغاو لي قال لك خصك دي الولد. يا ودي الولد ما عنديش فين نديه، فين غادي نديه؟ الوالده ديالي كبيره مريضه وامراض مزمنه عندها، الام ديالها مسكينه كادت تكون مع بنتها في المستشفى الجامعي، انا فين غادي ندي هذا الولد؟ نديه نقيسه برا؟ قال لك والو خصك تدي الولد. قلت لهم قال لك خصك تديه المستشفى الجامعي حقه راه فيه ميكروب. المهم ديته
ديتو المستشفى الجامعي وعدت تما عاوتاني عندهم هو شي مهم بحاله بحال الوالده ديالو. النهار واحد دخل هو دخل مور الوالده ديالو بيومين وهي مهم. النهار التالي خرج واحد بقاو صدعوني بالتليفونات روح خرج الولد روح خرج الولد. قلت لهم واه ما في ما حيلتي نجري على الوراقين تاع الزوجه ديالي باش نخرجها، ما حيلتي نجري على الوراقين تاع الولد. فالتالي خرجوهم. المهم قال لك والو المراه ديالك غير خصك تديها ودير لها الترويض في الدار وراها ما كان ما عليها وهذه. ومن ديتها للدار درك المشكله من ديتها للدار ما تاكل لي لا ماكله لا شراب لا والو، ما الدواء ما حل على عينيها لا والو، حل عينيها غير شويه هكذا تشوف فيا وتولي تغيب. يعني هذا منكر، اللهم انا هذا منكر. علاش زعما حقروني حقروني؟ علاش زعما داير لهم المراه صحيحه صحيحه ضحكه لعبه مسكينه صلات الفجر شحال وهي تقرا في القران ومشات ديت معها امها ديت معها امها زعما باش تونسها وهادي ومشيت معها انايا. وفي التالي ضحكه لعبه. المهم دخلت من دخلت خرجت معوقه على الزمان، اللهم ان هذا منكر. ما حلتي باش نخدم دركا عندي الطاكسي وما قادرش نخدم ما قادرش نخدم. داك النهار ما خدمتش حتى لهذا النهار خدمت، ولكن مسكينه لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم ان هذا منكر. انا بغيت من المسؤولين يشوفوا يفتحوا تحقيق من هذا الشيء، علاش الاسباب ديالها باش صرا لمرتي هذا الشيء؟ علاش زعما دايها صحيحه وتخرج تخرج معوقه؟ علاش علاش زعما؟ اللهم ان هذا منكر. المستشفى الجامعي ما كان غير يجيب هاد الدواء دير هاد التحاليل جيب هاد الدواء دير هاد التحاليل جيب هاد الدواء دير التحاليل. الولد كذلك دير له هاد التحاليل جيب له هاد الدواء. علاش زعما هذا منكر؟ انا بغيت المسؤولين من مندوب الصحه يشوف من حالنا، ومحمد السادس الله ينصرك بغيت تشوفوا من حالي زعما. علاش زعما حقروني؟ علاش حقروا ديك المسكينه؟ علاش مسكينه؟ علاش علاش زعما علاش يديروا لها هكذا؟ داخله صحيحه تخرج معوقه، ودرك من كان صوني للدكتور ما كيديها شويه كاع كاع يعني موت موت. انا هضرت معاه قلت لك الا بغيت نساعدك وهذه، ولكن درك ما كان لا مساعده لا والو. فين راه هذه المساعده؟ غير مرتي توقف على رجليها وليدها مسكين قدامها وما قادرش ما قادرش ما قادرش تنوض له ولا تشربها ولا الحليب ولا مازال ما رضعش امه. مازال مسكين مازال مسك. علاش؟ اللهم ان هذا منكر. ولدها قاعد قدامها في السليله ديالو امه هكذا معطوبه. علاش زعما؟ علاش؟ اللهم ان هذا منكر. اللهم ان هذا منكر. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. Thank you.